إذا انتصف الليل وضيت يا سلام خذيت لي ركعتين وأكثر من قول ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جميل. سم ركعتين الوتر بعيد عن الناس تغير حياتك تشرح صدرك تطلع بعدها بتفاؤل وإيجابية يا سلام خيرك. سم الله يا مرحبا يا ابو الله يبقيك امسيك بالخير انت وضيوفك الله يمسيك بالنور. الشيء اللي يشرح الخاطر هو كثرة الاستغفار الاستغفار وصلاة الوتر. صلاة الوتر شيء عظيم وفيه دعاء يقول اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر. سلام واظب عليه والوضوء والصلاة آخر الليل. الله 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 يبيض وجهك وجهك بس توك تعورني والله يوم تنافس أنا وبرباح أتعدى 40 من 30 أنت تسوي كذا يعني إذا تعبت وجيك تفاؤل ولا؟ لا 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 بس أنا أشكي الحين أشكي من حصة التدريب اليوم. فيه يقول الله تعالى اشتغل أنا أبغاها تطلع من أول ترى يا أخواني لا لا متعودين عليه شوف ما عليك عارفين أحبينك أبو سعد آسف أبو سعد الله يخليك لي أتك من أول أرجع قلت لك تعبان لا أرقت ما شغل يا أخواني لازم أحد فيكم يقول من أسباب التفاؤل سوى أبو سعد أكيد أنا والله أستانس أبو سعد أحبينك سلطان أبو سعد اسلم. يقول الله تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه والله إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أنا احتريت خلاص بس أسلم 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 أنا بدي